اهلا وسهلا. مرحبا. لباس؟ الحمد لله. قد من اروح؟ محمد الطرش، متقاعد من شركة فوسفات قفصة، عملت 36 سنة دو كارير، وتقاعدت 2019، وحاليا نشتغل البرة في شركة بترول في جنوب ليبيا. فوسفات وبترول زوز ثروات عنا منهم في تونس. اي عنا منهم. نحكيو على شركة فوسفات قفصة حاليا. اكيد انت حتى ولو خذيت الريتريت راهو عندك معناها بقيت تتابع في الوضعية. اكيد. كيفاش الوضعية؟ اكيد هذيك الام هذيك نحن عندنا في العائلة اكثر من 120 سنة نخدموا في فوسفات، جدي وبابا وانا وولدي، معناتها اربع اجيال نخدموا في الفوسفات. انت كي تقول لي ثروات معناتها، ولا تقول لي تتخيلي انت انه الصالير باهي، تعرفي تونس هذه لو كان يعطوك البترول ويعطوك الفوسفات ملك مش صالارات، على الغلاء الموجود وعلى اللي نشوف فيه صراحة العباد الله يصبرها وربي يعاونها العباد صراحة. 2000 و3000 و4000 راهو انا قبل نقولوا من 2000 حتى 2010 كانت معناها الصالير نتاعي الميل 1200 فك الوقت هذاك، كنت عايش مرتاح 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 بالحق، وفي نيفو دو في معناها طالع. بعدين يطلع لك الصالير يطلع لك معاها الاسعار، وتطلع لك التكلفه والخدمات، تلقى روحك معناتها كانك ما عملت شيء، بل انت قاعد تركيلو اون اريير راك. معناها كي خذيت الريتريت طاحت. اي كي خذيت انا السنوات الاخرين وقت اللي كنت اكتيف كنت ناخذ في حدود 4000 4500، نقولوا 4000 هاي بالقدا في الوقت هذاك، نقولوا مش بالقدا. وشنو بالقدا معناها؟ باهي تضمن لك معيشه شبه 4000 مسيو 4000 في الوقت هذاك سافا بالبي. لا راهو نحكي لك على 16 و17 و18 و19 السنوات هذم، اي وقتها راهو بدات النار تشعل. يا سيدي نقولوا مستوى به. بعد كي تخرج انت ريتريت فجاه توقع شوت، تهبط ولا تاخذ 2000 ولا 1900، وراهو انت كي وقت اللي كنت اكتيف الاحتياجات نتاعك في شخصك كانت اقل وقت اللي انت ريتريتي راك باش تبدا تمرض، ريتريتي باش تبدا تحب تتفرهد، تحب تعوض ما اللي فات لك من شبابك وصغرك، معناتها نورمالمون يطلع الصالير. اما كي يهبط لك 50% ولا 55% سي سور باش تتعب. هذاك اللي خلاني انا ما ركحش في تونس، بمنطقي انا ما نركحش للفقر الله غالب، بيني وبونتو ما نركحلوش. وليت شفت البر. قبل ما نحكيو على تجربتك البر، خلينا نحكيو شويه في الشان العام. الفوسفات اليوم قادر يخرج تونس من الازمه الاقتصاديه؟ شوف انا راني ولد الفوسفات، كي نقول لك عام 35 وسول داخل علاش نسال فيه، داخل نهار 1 جوان 1984 انا صاي امبلوي في الفوسفات، خرجت 1 اوت 2019. مش معناه فوسفات نعرفه من ملي، يعني الكلام اللي تسمعوا فيه كله مئات المليارات والاف المليارات. شوف الفوسفات راه ماهوش صب به المطر، راهو عنده كلفه استخراج. توا نحن في 2012 عندنا احتياطي استراتيجي في البنك المركزي نتاع 1400 مليار من المليمات، باش ما ندخلوهاش هكا المليار في المليار من المليمات. هذيك وقتها الشركه خدمتها خالصة، ماتريالها خالص، أمورها كل خالصة، عندها فلوس فايض مالي عندها باهي. بعدين كي يوقع لي ريكروتمون، منين كنت تخدم 6500 عون وإطار ومهندس تولي تخدم 30000، 30000 راهم كلفة. صحيح في السوق العالمية تو التقارير العالمية الاقتصادية تقول لك الفوسفات سلعة ما تبورش وسومها ما يرجعش، مطلوبة ديما مطلوبة وديما سومها يطلع، لكن في كل الحالات عملية حسابية بسيطة. نحن كنا نجيبه في 8,500,000 طن، هذا آخر رقم في 2010، 8,500,000 طن. توا كنجيبه 3.5 مليون طن
اضرب انت 3.5 مليون طن في ال 400 في ال 400 دينار راهو في السوق العالميه تو. اطرح منهم كلفه الانتاج، تلقى روحك معناها كي توفر الصندوق الدوله 200 مليون دينار ولا 250 مليون دينار اللي هي ما تعتبرش رقم في ميزانيه الدوله. ميزانيه الدوله راهي 41.5 مليار دينار، معناها كانك انت عند تحشك ب 41 مليون جيت انا اعطيتك 250 دينار، معناتها حاجه قليله برشا، قليله بارابور المداخيل السياحه وعمالنا بالخارج والانتاج الفلاحي تعتبر. ثم ناس يقول لك لا الدوله واقفه على الفوسفات، ماهيش واقفه على الفوسفات، ولو حتى نعملوا 18 مليون كيما المغرب تو. صحيح نشاركوا، صحيح نشاركوا، اما ماهوش معناها اكس سنترال من لي زاكس برينسيبو نتاع البيجي نتاع الدوله. راهو على عكس الكلام اللي يتقال انه معملين على الفوسفات. الكلام اللي يسمع نسمع فيه الكل، حديث قهوي وحديث فيسبوك، راهو حديث قهوي وحديث فيسبوك. راهو الفوسفات لو ترجع تجيب 8.5 مليون طن اخر رقم، اخر رقم بغلاء كلفة الاستخراج، معناها غلاء الماتريال وغلاء الطاقة، راهو ماتريال وطاقة، راهو الشركات اللي كانت تبيع لك مثلا اونجان ب 2 مليون دو دينار اليوم راهي ب 11 مليون دو دينار لونجان هذيك، ولونجان هذيك راهو لازمها تو تاني ايكيب دونتريتيان وتسيير من بعدين يفضل لك شوية، هذوك ما يتحطوا في ميزانية الدولة. ينجم يكون الفوسفات ما يخرجناش من الأزمة الاقتصادية اللي نعيشوا فيها في تونس بسبب الفساد؟ لا هو الفوسفات، لحظة هو الفوسفات راهو ينجم يخرجك من الأزمة مورالمو. وقت أنت تمشي شركة حتى الرأي العام يحس أن البلاد ماشية، هي مشت الشركة مشت البلاد. راهو أنا حضرت على سنوات التعطيل نتاع الفوسفات، راهو المواطنين حتى اللي ما يخدموش الفوسفات، العائلات الذر الصغار تلقى على وجوهها الكآبة. ثم ناس تأجل عراسها، هو ماهوش كونسيرني راهو بالفوسفات. مورالمو ينجم، ينجم. جاوبني على الفساد. اللي هو؟ دوسية الفساد. لا شوف دوسية الفساد الحديث يسر، الحديث يسر. أنا مانيش مع جماعة هم يسرقوا في مئات المليارات وهم يسرقوا هو موجود. على حسب تجربتي أنا موجود. وشفت حويجات بعيني ما عنديش عليها وثائق. تحب نحكي، حاب نحكي لك محل شاهد؟ ما يسالش احكي لك. اي لله. انا مثلا تقني سامي. تقني سامي كنت نخدم في موقع. حولت الموقع اخر. لقيت ثم تجهيزات الموظفين والتقنيين ما يمسوهاش، كي وقت اللي تعطل ما يمسوهاش. يلزم يجي لونتربرونور اللي هو خواص هما يفككوها ويعطوها له، يمشي هو يهزها في صفقات مشبوهه. كي جيت انا وقلت لهم لا هاني نعرف انا او عندي المقدره باش نصلحها، وليت انا نصلح لونتربرونور اللي كان ياكل منها حار مع جايته السلعه. كلم الاداره قال لهم مش فاهم يا اخي، جو عملوا ريسيرش لقوني انا هو السوسه اللي حبست له. عملوا لي كيستيونير قالوا لي انت شكون قالك مس هذا؟ انت هذا ماهوش اختصاصك وماهيش خدمتك، ايش مسك فيها؟ ما عندكش شكون تشكي كان ربي انت. سبحان الله. انت ما عندكش شكون تشكي كان ربي راهو. وما عنديش شكون يدافع عليك راهو. راهو كان جيت انت في دولة أخرى يكرموك. ما بلغتش مسيو. شكون باش تبلغ؟ انا كنت. اللي باش نبلغه هذاك هو بيدي. اللي باش نبلغه. اللي باش نبلغه هو بيديه قاعد يستفيد. لا حول ولا قوه. ريتي ها وين الفساد هذا الصغير اللي نعرفه انا. الفساد الاخر الكبير راهو البحث راهو سهل. عينه ماني. راهو البحث سهل. انت مدير عام للانتاج. شهريتك نقولوا نحن 8000 دينار في الشهر. فسر لي يا أخي، أنت تملك أربع ديار في تونس العاصمة، منهم واحدة في العوينة ومسجلين باسمك، ماكش خايف مني؟
نقول لك علاش هو يملك باسمه وما يحشمش، خاطر هو ما هوش وحده، هو حتى تبدا طالعه السلسله الاداره العامه بكلها، الوزاره، القصر اللي منا والقصر اللي من غادي والقصر اللي منا، فهمت؟ معناتها هو محمي، راهو ناس تعرف ايش قاعده تعمل. راهي راهو لو كان يجبدوه هو تو يجبد السلسله الكل، لين معناها ما عادش تحبس العمليه هذه. باش نخلي لك المعلومات الحقيقه والمعطيات مهمه، لكن باش نخلي لك توا كلمه الختام شنو تحب تقول؟ والله واش نقول لك، انا تنقول دعوه وان شاء الله تثبت. انا تنقول ربي يستر تونس ان شاء الله، ولو انه والله مش نقول لك نتفائل وما يسالش نتفائل. شوف نتفائل صحيح، اما راهو الماتيماتيك ما فيش، على خاطر انا وياك صحاب، واحد مع واحد يساوي 2.5، واحد مع واحد يساوي 1. بالماتيماتيك نحن ربي يقدر الخير ان شاء الله.